بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح رسالة القواعد المسمى بالإلهام النافع لكل قاصد على رسالة القواعد لشيخنا الإمام الجعفري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ رضي الله تعالى عنه: بحر شريعتك لولاه ما كانت حقيقته، وبحر حقيقتك لولاه ما تمت شريعته. يعني بعد أن ذكر الشيخ ما يدل على الله تبارك وتعالى وما يجب أن يعتقده المسلم في الله تبارك وتعالى وفي نفسه، رجع إلى موضوع العمل بالشريعة. بحر شريعتك لولاه ما كانت حقيقتك، وبحر حقيقتك لولاه ما تمت شريعتك. الشيخ رضي الله عنه يعني وضح هذا الأمر في الذخيرة المعجلة للأرواح المعطلة، ومن رسائل الشيخ المهمة. قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: قال ومن غير في طريقنا وبدل فإنه مستدرج لا عاب، فوالذي نفسي بيده ما هي إلا حقائق محمدية وأنوار أحمدية وعلوم لدنية، موعدنا فيها مجمع البحرين. مجمع البحرين يقصد الشيخ بحر الشريعة وبحر الحقيقة، وثاني اثنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل العمل بالكتاب والسنة. المجمع بحري الحقيقة والشريعة. ثم قال: فمن عطل شريعته أضاع حقيقته وغشه الكشف والخوارق. يعني من لم يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى علم الحقيقة، أضاع حقيقته. فمن عطل شريعته أضاع حقيقته وغشه الكشف والخوارق. كما ذكرنا في أول الكلام أن بعض الناس يتعاملون مع الجن ويهملون العمل بالشريعة. مثلا الواحد منهم مثلا يترك الصلاة ويقول لك أنا أصلي في مكة أو أصلي في المدينة، هو كذاب كذاب، لأن هذا ليس من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يعني يظهر للناس أنه لا يصلي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعمل حتى الموت، قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، لكن هذا الغشاش والكذاب يظن أن اليقين شيئا آخر وصل هو إليه ولم يصل أحد إليه. يقول لك اليقين ده حاجة نعرفها. ايه معناها دي؟ سيدنا الحسن البصري قال رضي الله عنه: ان الله عز وجل لم يجعل لعبادته اجلا دون الموت، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واليقين هو الموت، ان هذا لهو حق اليقين. حق اليقين هو الموت،
لكن هذا يمشي مع الشيطان. الشيطان طبعا يكشف له اشياء فيظن ان هذا يعني من الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، او هذا من النور. هذا هو الغش، قال وغشه الكشف والخوارج. الشيخ ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه قال يعني اذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنه فعليك بالكتاب والسنه، وقل ان الله ضمن لي العصمه في الكتاب والسنه ولم يضمنها لي في جانب الكشف ولا الجهاد. يعني حتى الكشف لابد ان يوزن بميزان الشريعه، والا كان كشفا شيطانيا. قال فمن عطل شريعته اضاع حقيقته وغشه الكشف والخوارج، لانه فارق مجمع الحقائق. مجمع الحقائق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مجمع الحقيقه ومجمع الشريعه صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي عرف الاسلام وعرف الايمان وعرف الاحسان. الذي يفارق هذه التعريفات النبويه التي عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل السائل، وكلما عرف شيئا قال له صدقت، فالصحابه عجبنا له يساله ويصدقه، يعني كانه عالم. لما يقول له صدقت يعني معناه انا عارف الموضوع ده، عارف ما تقول. الصحابه لا يعرفون انه ايه سيدنا جبريل، فكروا واحد جاي من سفر، واحد اعرابي، لانهم لا يعرفونه. بعد ان ذهب قال لهم اتاكم جبريل يعلمكم دينكم. قال لانه فارق مجمع الحقائق. ثم قال الشيخ شبه تشبيه اخر، والشريعه كجسد والحقيقه كروح. الشريعه لانها تتعلق بالظواهر كالجسد، والجسد ظاهر، والحقيقه كروح لانها ثمره لا ترى. العمل بالشريعه يثمر الحقيقه، لكن الحقيقه شيء ايه؟ معنوي كالروح لا يرى. فلا يحيا جسد بغير روح، ولا تظهر روح بغير جسد. فالجسد بغير روح ميت كالخشب، والروح وحدها لا تظهر، لابد من وجود الجسد. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. قال فتحريك جسدك دليل وجود روحك، لأن الروح إذا خرجت من الجسد لا يتحرك، ووجود روحك دليل حياة جسدك. إذن فكلاهما لا بد من وجوده. فالإنسان روح وجسد، كذلك السالك شريعة وحقيقة. فإذا يعني اقتصر على الشريعة وترك الحقيقة إذن فهو نصف
كلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ولو تمسك بالحقيقة دون الشريعة كذلك فهو نصف، يعني ليس سالكا كاملا، وإنما هو ناقص، سالك ناقص. قال: ومثل العمل بالشريعة كالميزان الذي ينهب منه الماء بنظام مخصوص. الميزان هو مجرى الماء اللي هو بيوضع على أسطح المنازل كما في سطح الكعبة، ميزان مجرى معمول من ذهب، لما تتجمع المياه فوق سطح الكعبة ينزل من فوقها، هذه معنى كلمة الميزان. فالعمل بالشريعة كالميزان ينزل منه الماء بنظام مخصوص. لو ما فيش الميزان يبقى الماء هينزل من الجوانب الأربعة فيضر المبنى. الشيخ بيدي تشبيه عجيب، المثل العمل بالشريعة كالميزان الذي ينهب منه الماء بنظام مخصوص. وقدر المعلوم، بل فمتى تعطل أو متى تعطل الميزان تبعثر الماء، أو من تعطل ميزان تبعثر ماء. قال: وحاد عن القلب انصباب. قال: فحرم الطمأنينة والسكينة ولعبت به الدنيا التي هي زينة. يعني الذي يعمل بالشريعة يبقى إذن الأنوار والأسرار تصل إلى القلب بنظام مخصوص من غير تخليط ومن غير ضياع، لأن الماء الذي يتبعثر من غير مجرى لا فائدة منه. بمعنى الشيخ عايز يقول كده، ولذلك قال: تبعثر ماء وحاد على القلب انصبابه. قال: فحرم الطمأنينة والسكينة. فالذي يعمل بالشريعة والحقيقة إذن فله أنوار وأسرار تأتيه بنظام مخصوص، فلا خسوف ولا تخليط عندهم. الشرع يحفظ أرباب النهايات، يعني مهما وصل إلى الدرجات فالعمل بالشريعة ملازم له، ما يجيش عند النهاية ويترك العمل بالشريعة، اللي هم الجماعة الذين يسقطون التكاليف لما يقطع مرحلة في الطريق، طبعا يغشه الكشف وتغشه الخوارق والكرامات فيترك العمل بالشريعة والعياذ بالله تعالى. فطبعا إسقاط العمل بالشريعة زي اللي بيشيل مجرى الماء، فطبعا يتبعثر الماء ولا ينتفع به، ولا ينتفع. ولذلك استدل الشيخ عبد بكلمة الإمام مالك، قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. وكلمة الإمام مالك موجودة في ترجمته الشيخ أحمد القطعاني في الحجة المفتاح في الرد على كتاب بتاع الشيخ وكر الجزائر إلى
إلى من قال إلى التصوف عباد الله، حقق هذه الكلمة، وأن الإمام مالكا قالها، وذكر كتبا كثيرة ترجمت للإمام مالك رضي الله عنه، وذكرت هذه الكلمة مروية عنه، وده دليل على أن يعني لفظة التصوف كانت موجودة من قديم، لأن الإمام مالك رضي الله عنه ولد في أواخر القرن الأول وعاش في القرن الثاني. فيقول من تصوف ولم يتفقه، التصوف هو الحقيقة، علم الحقيقة، يقال له علم التصوف أو علم الحقيقة أو علم الإحسان أو علم السلوك أو علم القلوب أو قوت القلوب، لا مشاحة في الاصطلاح، سميه كيف شئت. من تصوف ولم يتفقه، يعني لم يتشرع، لأن الفقه ده معرفة الحلال والحرام، فقد تزندق، يعني يسلك الحقيقة ويعمل بعلم الباطل، لكنه جاهل في الفقه، لم يتفقه في الدين، قال هذه زندقة. لأن التصوف بيت والشريعة كما قال الإمام الجليل رضي الله عنه، التصوف بيت والشريعة باب، يبقى اللي ما يدخلش من الباب يبقى حرام، اللي يتصور وينط من السور يبقى لس حرام. طبعا لأن الزندقة دي والعياذ بالله يعني قد تكون خروجا عن الملة والعياذ بالله، لأن طبعا الشيطان هو الذي يكون قائدا له، طبعا يضحك عليه يقول له ما انت مش محتاج العمل بالشريعة، ما انت عندك كرامات وخوارق، ويعني اللي انت عايز انا اعمله لك، يغش فيتزندق والعياذ بالله تعالى، يستحل لنفسه المحرمات، هذا هو باب الزندقه، باب الزندقه ان هو يستحل لنفسه ترك العمل بالشريعه مع الظن في نفسه انه ولي. شوف المشكله، يعني واحد تارك الامر والنهي وعامل نفسه من الاولياء والصالحين، وكمان يعني هو يستحل ترك العمل وترك النهي، يبقى دخل في باب الزندقه والخروج من البدع. ثم قال ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، يعني الذي يهتم بعلم الظاهر ويترك علم الباطن او علم السلوك، قال فقد تفسق. قال الشيخ حبيب الله الشنقيطي كما ذكر شيخنا رضي الله عنه في المنطقة النفيس، قال وإنما تفسق الفقيه لعدم سلوكه الآخر يعني الحقيقة، قال وإنما فسق الفقيه لحبه الدنيا، نص كلام مولانا الشيخ صالح رواية عن الشيخ حبيب الله الشنقيطي رضي الله عنه، قال وإنما فسق الفقيه لحبه الدنيا، لأنه ترك الإيه؟ ترك
التفقه في فقه القلوب، فقه القلب. طبعا ما دام ابتعد عن سلوك الطريق هيبقى من محبي الدنيا. حتى العلم الذي يتعلمه يطلب به الدنيا ولفت النظر اليه والعياذ بالله. ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسد. ولذلك الشيخ محمد الرماني والد الشيخ عبد الله الصديق والشيخ احمد يعني له رساله سماها التلطف في وجوب سلوك طريق التصوف، وقال حينما سئل ما حكم سلوك طريق التصوف؟ قال هو واجب. واجب لأن علم الإحسان سدس الدين. علم الإحسان الفقهاء بيّنوا الإسلام، علماء الكلام علماء العقيدة بيّنوا الإيمان وأركانه، علماء القلوب بيّنوا الإحسان اللي هو علم الإيه؟ علم التصوف. قال والتصوف واضعه هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما سئل من واضعه؟ قال واضعه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كل أعمال القلوب يستدل لها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنحتاج إلى أن نقول من واضع علم الإحسان؟ لا. ولذلك الشيخ عبد الرحيم القنائي رضي الله عنه قال التصوف ليس ركنا من أركان الإسلام ولكنه ركن من أركان الدين. شوف الكلام، التصوف ليس ركنا من أركان الإسلام لأن ده تبع علم الباطن علم القلوب، ولكنه ركن من أركان الدين كما أتى في حديث جبريل عليه السلام أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. يبقى الدين يشمل الإسلام الإيمان الإحسان، من أنكر ذلك فهو جاهل. أعداء التصوف الجهلاء يقول لك التصوف لا يمت إلى الإسلام بصلة، لا يمت إلى الإسلام بصلة. إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه عنده كتاب الجانب العاطفي من الإسلام بحوث في التصوف بيذكر كلام معناه أن الأمة لو قطعت صلتها بهذا العلم أو علم التصوف أو علم السلوك لقطعت صلتها بالسماء. ده معنى كلام سيدنا سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه قال من لم يتزود من علمنا هذا يعني التصوف مات مصرا على الكبائر وهو لا يعلم. يعني اللي ما يتفقهش في فقه القلوب ويتزود منه يموت مصرا على الكبائر وهو لا يعلم. لانه التصوف علم يعرف به اصلاح القلوب وهو الجد في السير الى ملك الملوك سبحانه وتعالى. يعني يعلمك كيف تصلح قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله.
واحد متعبد وعامل بظاهر الشريعة ولكن القلب والعياذ بالله مصر على الكبائر أو مملوء بالحقد أو مملوء بالحسد أو معجب بعمله أو مصاب بالكبر. إن الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، لأن الكبر طبعا بطر الحق وغلط الناس، فالمتكبر يرد الحق على قائله. حتى في المناقشات العلمية مثلا التي تتعلق بالحلال أو بالحرام أو بفقه القلوب، يعني ترى المتكبر يرد قول الحق تكبرا علشان يعني يقول ايه الكلام، كلام انا، كلام انا هو اللي يمشي، اما كلامك انت ما يمشيش، سبحان الله، عشان هو القائل فعلا. يعني الذي يقطع صلته بهذا العلم يتفسق، لأن القلب هو محل نظر الله تبارك وتعالى كما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك الإمام مالك قال ومن جمع بينهما فقد تحقق، أي جمع بين الفقه والتصوف، بين الظاهر والباطن. في كل الأعمال، ولذلك المدخل لابن الحاج مزج بين الفقه والتصوف في كل أبواب الفقه، يعني يعلمك الظاهر وباطنه، باطن هذا العمل يعني كيف تنميه، كيف تحافظ عليه حتى لا يضيع منك. ولذلك سماه مدخل الشريعة، ده اسم. الاسم الثاني المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات، يعني له اسمان، مدخل الشرع الشريف أو المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات، يعني عمل ظاهر يعدد لك فيه نيات متعددة ولكل نية ثوابها، يبقى بينمي العمل ولا لا؟ وفي نفس الوقت طبعا مش ينميه بس، لا ينقيه، يعني يعرف كيف تنقي هذا العمل حتى يكون خالصا لله تبارك وتعالى. هو نفسه رضي الله عنه اتهم نفسه في إخلاصه في تأليف هذا الكتاب، هل أنا أردت به وجه الله أو أردت به الرياء والسمعة؟ فبعد ما ألف أمر أحد تلاميذه أن يسقل به حجراً ويلقيه في البحر لشكه في إخلاصه، هل أنا ألفت هذا الكتاب لله تعالى أو للدنيا أو لصرف وجوه الناس إليه أو لمجاراة العلماء في التأليف؟ المهم يعني شك، وأعطاه الكتاب مسودا، أعطاه مسودا وقال ضع عليها حجرا وسقي بها في البحر. سبحان الله، طبعا التلميذ استخسر
الجهد ده كله لسه انا راح ارميه في البحر كده في ثواني كده يعني يمحى، ما رضيش طبعا. يعني بعد عام ساله تلاميذه ان يكتب لهم شيئا في فقه النيات، فقال يعني ان كان فيه اخلاص هيبقى الكتاب موجود. فسال التلميذ ده قال له يعني اين الاوراق التي اعطيتها؟ قال هي موجوده في بيتي. فاتى بها ووضعها امامه وحفظ الكتاب بسر اخلاص الرجل، سر الاخلاص، حفظ الكتاب من ان يمحى ويبقى في البحر. وهكذا فقه القلوب، هذا فقه القلوب. ولذلك يعني احياء علوم الدين برضو يعني الشيخ عمل ربع العبادات وربع العادات وربع المنجيات وربع المهلكات، قسمه ثلاثة أرباع ومزج فيه يعني بين فقه الظاهر وفقه الباطن. فقه الظاهر وفقه الباطن. ولذلك أهل العلم يقولون من لم يقرأ إحياء فليس من الأحياء. الشيخ المراغي رحمة الله عليه لما ذهب الشيخ محمد عبده للسودان مبعوثا قال له ما معك يا شيخ محمد من الكتب؟ قال معي كذا وكذا وكذا، وكان وعدد له كتبا. قال له هل معك الإحياء؟ الشيخ المراغي الشيخ نزهة قال له هل معك الإحياء؟ قال لا. قال ليس معك شيء، معكش حاجة، ما انت شفت كتب. جماعة طبعا الضلال المتنطعون ولا الكتب يجب التحذير من قراءتها، أولها الإحياء. سبحان الله عقول ملغاة، ما فيش عقول أصلا، عقول ملغاة. حد يقول على الإحياء؟ شوف السلف يقولون إيه وده بيقول إيه، شوف الناس الأذكياء بتقول إيه، شوف الأغبياء بيقولوا إيه. سبحان الله، هذا هو الكبر، العجب والكبر. طبعا إيه في المقابل يرشد إلى كتب من ضمن المدخل لابن الحاج المالكي، من ضمن الكتب التي يجب التحذير من قراءتها. من ضمن يعني المضحكات المبكيات، بعدين يرشد الى كتبه هو. رجعنا برضه للعجب والكبر. بالله عليك ده لو سالك، لو قارئ، مش هنقول سالك، لو قرأ في كتب التصوف والاخلاق وعلم القلوب ما قام هذا ولا تفوه به، لأن الذي يقرأ هذا العلم يحتقر نفسه ولا يعد نفسه من أهل العلم ولا من الصالحين، بل يرى كل الناس أفضل منه. لكن انظر إلى هذا المتكبر الذي يرى نفسه في السماء السابعة والناس في الأرض السابعة. سبحان الله، أمور عجيبة جدا. والغرابة يجادل في كلام الإمام مالك ويكذبه، يعني شيء وارد في الكتب وموثق وهو ينكر ويكذب. وكلمات كثيرة طبعا مأثورة عن الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام أبي حنيفة
مواقف الأئمة الأربعة من التصوف الصوفي هم ينكرونها. يقول لك لا ما حصلش. على أي حال يعني زي ما قال الإمام الشافعي: لو جادلني عالم لغلبته، ولو جادلني جاهل لغلبته. لما أجيب له حجة يقول لا ما وراش، ده غير صحيح، أقول له إيه؟ يبقى ده لا يستحق إلا القبقاب يضرب به على رأسه. لما كان الشيخ عبد الرب في الأزهر الشريف يعمل كده، لما كان حد يجادل من أهل الإنكار ما يقتنعش لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع ولا بالقياس ولا بالعقل، الشيخ كان يجادل بهذه الأشياء الخمسة ما يقتنعش، يدي إشارة طبعا لفتوات البطنية إنه يسووه بالكامل. كانت الإسعاف تبقى واقفة كده على باب الأزهر تاخذ المغمى عليها من هؤلاء القوم. هذا كان نظام. مفيش حل إلا كده يعني. هو الذي أهان نفسه. قال الشيخ: وما الطريق إلا موصل، فلا تجعله قاطعا بهجرانك مولده العزم. يعني سلوك الشريعة وسلوك الحقيقة هذا هو الذي يوصلك. قال: فلا تجعله قاطعا بهجرانك مولده العزم. يعني إذا الإنسان هجر الطريق قطع إيه؟ قطع نفسه. قال: فلا ركبت مركب القرب لتصل، ولا جذبتك جوازب الجذب. الهجرة قبل الفتح، وأنت ما هاجرت حتى يفتح لك الباب. طبعا الهجرة هنا الهجرة القلبية، يقصد الشيخ هذا يعني. فلا ركبت مركبة القرب لتصل، ولا جذبتك جوازب الجذب. طبعا مركب القرب اللي هو الشريعة والحقيقة هما اللذان يوصلانك إلى رضا الله تبارك وتعالى. طبعا عايز أقول إنه الولاية قسمان: ولاية منحة وولاية اكتساب. والدليل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. فهناك راكب يركب مركب الوصل، يعمل بالحقيقة والشريعة ويوصله الله تعالى. وهناك الجذب، جذبة من جذبات الحق تعدل عبادة الثقلين. جذبة من الله اللي هو ايه؟ الاجتباع، اللي هي يسموها العلماء العناية. العناية قبل الولاية، والسعادة قبل الولادة. هذه عناية من الله ينجذب الإنسان 180 درجة. في قصص كثيرة طبعا، ناس كانت يعني من قطاع الطريق ومن أهل الخمر ومن أهل الكبائر على وجه العموم، يجي يقول لك: وسبب توبته كذا وكذا. يعني يتوب لكن في لحظة يصبح وليا من الأولياء. هو ذا الاشتباع. في رسالة الإمام القشيري ذاكر طبعا يعني أولياء من أهل العلم ومن غيرهم، يعني من أهل العنايات، تابوا إلى الله تبارك وتعالى. ضمن يعني الفضيل ابن عياض رضي الله عنه
كان قاطع طريق، يعني كان محاربا لله تعالى. بعد 180 درجة صار ايه؟ وليا من الأولياء. تحول في الحال إلى ولي من الأولياء بالعناية. سيد إبراهيم بن أنهى رضي الله عنه كان في غاية الترف والنعيم. أبوه من ملوك بلخ في فارس، وصار من أكابر الطريق بالعناية، بالعناية، بالاجتباء والاهتداء. الشيخ عز وجل فلا ركبت مركبة، مركبة القرب اللي تصل، ولا جذبتك جوازم الجزم. الهجرة قبل الفتح، وأنت ما هاجرت حتى يفتح لك الباب، يعني لم تأخذ بالأسباب، ولكن أخلدت إلى الأرض، أرض إيه؟ الهوى، أخلدت إلى الأرض، أرض نفسك فأرضيتها، واتبعت نهج غير أولي الألباب. فلا خوف أقلقك، فلا خوف أقلقك من غيره له حتى تطمئن بذكره، ولا بعث فيك غيرة تسبيح الطائر في وكره. يعني ما فيش خوف منه، أقلقك، لأنه زي ما قال الشيخ معطاء الله في الحكم، لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. هذا معنى كلام الشيخ، لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج. الخوف المزعج ده اللي هو يعني يطير النوم من الايه؟ من العين، يخلي العين ما تغمضش. الخوف المزعج يعني أنه لا يتكاسل عن عبادة، ولا يتجاسر على فعل كبيرة من الكبائر. من إيه؟ من الخوف، الخوف المزعج، يعني لا يستطيع أن يسمع الأذان وينام، أو أن يؤخر الصلاة. الخوف المزعج يمنعه من ذلك. لما يرى مثلا كبيرا من الكبائر لا يمكن ابدا ان يميل اليها، فضلا عن ان يفعلها. قلب نفسه لا يميل الى هذه الشهوة، او الشوق المطلق اللي هو الحب، الحب لله تبارك وتعالى. طبعا والذين امنوا اشد حبا لله، يعني لما يتعارض فعل مع نفسه ومع اوامر الله يقدم امر الله على هوى نفسه، لانه يحب الله تعالى. ولا بعث فيك غيرة الطائر تسبيح الطائر فكرة لله. طبعا عايز اقول انه العارفون يغارون من الطيور في اوكارها لانها لا تنفك عن التسبيح. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يغار طبعا الطائر تجده ايه؟ دائما يذكر ويسبح لا يفطر. لكن احنا طبعا
نغفر، لكن هو لا يغفر، شغال على طول. في حاجة منشورة كده على الفيس كده، طائر وبيسمع المديح تتعجب، يعني يذكر بجسده كله، يعني يتجاوب مع المديح. قصيدة مولانا الشيخ صالح واحد مدحها، والطائر ده يعني شوية يعمل بأجنحته، شوية يعمل براسه، مش معنى الجسم كله كده يقوم ويقعد مع معاني القصيدة. يبقى ده يخلي الإنسان يحتقر نفسه، يقول إيه ده؟ طائر، يعني طائر. ولما يجي يعني ذكر المدينة المنورة تلقاه يعني راسه زي الورنانة، سبحان الله. هذا من أعجب العجب، يعني أن كل الكائنات تحب الله تعالى وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قال الشيخ: وأشجار وأبحار تصلي، فأين صلاتكم يا سامعين؟ الشجر والبحار كل شيء يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبح الله تعالى سبحانه وتعالى. يعني أنت أين أنت من هذه المخلوقات وهي غير عاقلة، لكنها يعني تعرف ربها، تعرف الله تعالى. عايز يقول: ولا بعث فيك غير تسبيح الطائر في وكره، فلا خوف أقلق من غيره له حتى تطمئن بذكره، ولا بعث فيك غير تسبيح الطائر في وكره. لسه ما زال الشيخ طبعا رضي الله عنه يتكلم عن يعني تزكية النفس والعمل بالشريعة والترقي في النفس حتى تصل إلى المرضية الكاملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.